المهم زي ما قلت في الفيديو السابق، هي شروة شروة على بعض، الديمقراطية، الحريات، الحريات السياسية، حرية الرأي والتعبير، كل ده عبارة عن شروة متكاملة، شروة على بعض. فاهم يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تاخد حاجة ما تجيش تقول الحاكم واتكلم في الحاكم واتكلم في الدولة ومن حقي اعبر عن نفسي سياسيا، وتيجي الملحد لا لو اتكلم احبسه. ما فيش الكلام ده. حرية الرأي والتعبير والاعتقاد لا يحدها اي حدود. الحدود الوحيدة اللي بتحد الكلام ده هي الاعتداء على الناس. ممنوع اتكلم ضد البهائيين، ممنوع اتكلم ضد المسلمين، ممنوع اسخر من البهائيين، ممنوع اسخر من المسلمين، من اليهود. السخرية من الناس، من الناس دي اللي لا تملك دفاعا عن نفسها، الناس الغلابة هم دول القانون بيحميهم. انما الاله يا عمي ومن ارسلهم الاله، انت بتطالب قانون لحماية الاله؟ انت مدرك الايرونيك في الموضوع؟ انت مش جواك، مش متأكد، شاكك. واحد بيتكلم ملحد بيحسسك، بيفجر جواك الشك. انت مش عايز لخبطة، لسه ما كبرتش. انت محتاج ايمان يتفرد بالعافية بالقانون. انت بالنسبة لك كده هندي للناس الحرية كله هيكفر؟ لا، لازم الناس كلها تؤمن بالعافية بالكرباج. خلاص خد، هو الكرباج هو واحد. مش هتجيب حاكم يسمح بانتقاد نفسه وانتقاد حكومته ويحمي لك مقدساتك. لا، مفيش الكلام ده. هي شربة واحدة كلها على بعضها. يا اما تاخدها تقبلها كاملة، يا اما ترفضها كاملة. رفضتها كاملة، قابل بقى ديكتاتورية وتكميم افواه وكل القرف اللي انتوا فيه ده. شيء واحد زي شريف جابر، ولد ما مش مؤمن، بيعمل فيديوهات، بيمثل، بيأدي حاجات، بيسخر، بيوضح حاجات، اراءه كده، يتمسك ويتحبس. ليه يا عم؟ لانه مش مؤمن. ازدراء اديان، من حق الانسان ازدراء الاديان. كونك انت من حق الانسان ازدراء الاديان، حق من حقوق الانسان. والديان لو موجوده والالهه موجوده وهي اللي منزلاها، قادره تقتص من اللي بيسخر، محلوله. لكن انت مش قابل المنطق ده، انت عايز القانون يقتص لك. انت عايز القانون يقتص لك لان انت ايمانك ضعيف، مش عايز حد يزلزله. وانت المثال بالنسبه لك مش مثال، لا ايمان ولا حاجه. هي زي الاخ ده اللي بيقول صلي، ما مكسل نصلي نقتلك. هي المساله مساله اذعان سياسي، ملهاش علاقه لا بايمان ولا بايمان ولا بآلية ولا الكلام ده. هي مصالح سياسيه مفروضه عليك، مفروضه في رجال دين ليهم مصالح. الدوله بتحمي مصالحهم، بتحمي وجودهم، بتحمي حيثياتهم الاجتماعيه، بتحمي ان محدش بيحاسب داخل لهم ايه وخارج لهم ايه. فلوس، هي دي القصه كلها. وانت مش عارف ايه، مدربينك ان انت تسمع حاجه تتنرفز، مع ان انت لو انت عايش طبيعي، لو انت انسان طبيعي هتضحك. واحد بيسخر هتسخر، هتضحك، او والله هتحزن. الحزن حتى شعور راقي. انما اللي بيرفع المطوه وبيفتح المطوه وعايز الناس تتحبس، عايز شاب يضيع 5 سنين من عمره لمجرد انه بيفكر بشكل مختلف، ده ملوش علاقة بالأديان ولا بالإيمان. ده زي ما قلت سياسة، ملهاش علاقة بكده. إذعان سياسي، فرض سياسي للرأي، ملوش علاقة بقضية الإيمان. ما تدخلوش قضايا الإيمان والمعتقدات الدينية في الحاجات دي. دي قضية ودي قضية مختلفة تاني. لو هي قضية إيمان، الراجل ده لو اللي مؤمن هيقتص منه هذا الإله، بس محلولة. انما اللي بيزعل، وعلى فكره والمسيحيين برضو ثبت زي ما العقليه الدينيه هي عايزين برضو محاكم التفتيش ترجع تاني، واللي زعل واللي اتنرفز. وحتى في النهايه، لكن للامانه محدش فتح مطوه ولا هدد ولا حاجه، لكن كان في برضو ردود افعال ان لا وازاي وبتاع. من حقك على فكره تقول دي قله ادب، من حقك تقول ان دي سفاله، من حقك تشتم، لكن مش من حقك لا تهدد حرية اللي عمل كده، ولا من حقك تطالب بأي إجراءات ضده. محلولة القصة، مش هترجع محاكم التفتيش تاني. وإذا كان في اعتذار، اللي بيقول الناس اعتذرت، الاعتذار أنا ممكن واحد يعتذر إنه جرح شعور ناس، بس الاعتذار حاجة والاعتراف بالخطأ حاجة. محدش اعترف في فرنسا قال إحنا غلطنا في حاجة. مفيش إنسان بيعترف بإن هو غلط في حاجة هو عملها ومش شايفها غلط.
فشيلوا الاوهام اللي في دماغكم دي. المهم مش عارف، بس الواحد بيضطر زي ما قلت يناقش البديهيات. انا جاي هنا ليه؟ انا قررت اشتري الرواية بتاعت ستيفن كينج الاخرانية، هالي بي بنت ظهرت في رواية ستيفن كينج مستر مرسيدس. هو تريلوجي مستر مرسيدس وفايندرز كيبرز واند اوف واتش. ظهرت شخصية اسمها هالي في الرواية دي في التلات اجزاء. هي دي هالي، دي بنت وقع في حبها كل اللي قرا التلات روايات دول. بنت عندها مشاكل في الاتصال، هي في معدية الـ40، لكن الناس بتعاملها لان هي 12 سنة لانهم مش عارفين يتواصلوا معاها، هي مش عارفة تتواصل معاهم، بتتواصل معاهم لغاية ما بتتعرف بالمحقق اللي هو بطل الترولوجي، بيغير في شخصيتها بشكل كامل. وبنفاجأ بيها بعد التلات روايات دول، بتظهر في رواية بعدها اسمها الأوتسايدر، وبعدين في قصة قصيرة في مجموعة القصير الأخيرة. دلوقتي في رواية بالكامل بالاسم ده هالي. المشكلة ان ستيفن كينج اخر روايتين ليه كانوا بصراحة ما اعرفش ازاي ما عجبونيش نهائيا، ما عجبونيش على الاطلاق، بس اعتقد ان دي رواية تستاهل 30 يورو تقريبا. هو بيقول I could never let Holly give me go. She was supposed to be a walk-on character in Mr. Mercedes, and she just tore the book and stole my heart. Holly is all here. هي معمول لها رواية عنها. ايه موضوع ghost story؟ متعتقدش ان ايه نخلص هولي الاول عشان واحد الشوت اوت. تمام، ما عنديش فكرة. هنا التشيك اوت، هيا 27 وبعدين سالن ادفع كارت سالن. الكرت يا ولد. تمام، دفعنا. شوفوا السهولة ازاي، اسهل من كده مفيش. دفعنا ومشينا خلاص. اعتقد ان هي هتبقى قراءة قيمة.